مرة أخرى وخلال أقل من نصف شهر تشهد سقطرى ثاني انشقاق عسكري عن القوات المسلحة وإعلان الولاء لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. بحسب مصادر محلية في محافظة سقطرى، فإن قائد الكتيبة الثالثة التابعة للواء الأول مشاه بحري أعلن تمرده وتبعيته للمجلس الانتقالي. وثمة أنباء تتحدث عن تمرد محتمل لكتيبتي الدبابات ونوجد وفقا لما أورده موقع المصدر أونلاين. هذا التحرك هو الثاني الذي يشهده اللواء الأول مشاه بعد تمرد كتيبة حرس السواحل مطلع فبراير الجاري، والثالث الذي تشهده سقطرى بعد تمرد قيادة إدارة الأمن. حدث ذلك بعد أيام من عودة يحيى مبارك رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي في سقطرى من زيارة للإمارات. يبدو أن جهة ما تصر على تفكيك اللواء العسكري الذي يعد القوة الرئيسية إلى جانب القوات البحرية التي يعتمد عليها لحماية الجزيرة من أي اعتداء خارجي مفترض. قيادة اللواء الأول مشاه ممثلة بالقائم بالأعمال ناصر قيس سارعت لنصب نقاط عسكرية في الطريق المؤدي إلى حديبو مركز المحافظة تحسبا لأي تمرد مسلح. السلطة المحلية بقيادة المحافظ رمزي محروس تعهدت في وقت سابق بالتعامل بحزم مع أي تمرد وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، واتهم المحافظ أبو ظبي صراحة بدعم التمرد وإثارة الفتنة في سقطرى، وخاطب رئيس الجمهورية مطالبا إياه بالتدخل، لكنه لم يجد حتى الآن أي تعزيز أو دعم إضافي لتعزيز سلطة الدولة.